اتفق معك. انا راه قلت لك يعني ما عمر زعما غراتني داك الوصول لواحد النقطه ولا تما وصلت لمرحله الاشباع، وخصوصا انك تتولي ليكيب اباطر، كلشي موجد لك. دابا لافريك كلها تتوجد ليا، لا كوب دغاب كلها تتوجد، حتى دابا حتى في لا كوب دي موند ولاو تيعرفونا. باش تجي عندك الارجنتين والبرازيل راه ما جاوش حنا طلبناهم هاد المره، هما اللي بغاو يجيو، بغاو يعرفوا شنو هو السر هاد المغاربه كيفاش كيلعبوا، وفعلا ربحناهم راه ما سهلاش. فلذلك حنا ديما تنفكروا كيفاش نبقاو في القمه وشنو يقدر يجي. ديما تفكر للمستقبل، الغيب بعلم الله سبحانه وتعالى، لكن تنفكروا. ومن بينها مشاريع كثيره درت، كاينه مشاريع تقنيه والتوسكيه جيستيون في هذا فينانس، هو راه الرئيس خدام عليه. غير هذا الاسبوع درنا مثلا القاعه اللي في الكومبلكس بدناها، درنا لها ارضيه حنا نواكب، يلا كانت تبنات ودرنا لها ارضيه جديده اللي تقدر تخلي اللاعبين يلعبوا في هذاك الشيء انترناسيون. غير هذا الاسبوع هذا مثلا هذا العام غادي نديروا واحد بحال مدرسه ديال حراس المرمى، لي ستاج كونتيني، لان راكم شفتوا عندنا فيها خصاص، عندنا حارس ولا جوج تلقاو مشكل. المغرب مازال ما تيلعبش بالبيفو، البيفو هو داك لو جوغ اللي تيكون قدام في لاكس اللي تتبقى بوي عليه اللعب. داك الشيء راه قلت لك حنا كنلعبوا غير بلي روتاسيون. هادو كلهم علاش نفكر فيهم؟ باش ايفيكتيفمون نبقاو في القمه. هادو اسلحه ما عنديش ونبقى انا نقول راه حنا صافي، راه حنا مسلكين، راه حنا غاديين هكا. دونك هذا ماشي زعما الشعار ديال مدرب ولا مسير ناجح. فاحنا نخطط تكنيكمون موازاه مع الانفراستركتور والبطوله والشباب، هذا كلشي منكب باش نبقاو ان شاء الله في القمه كما شرتي ليه.